طيب ننتقل للدرس اللي بعده distribution plot. هو أفضل شيء إن أنا هدول كلهم اليوم بدك تسلمني الشهادة تبعت ال data visualization. والله يعني إذا وصلت لهنا بدي أنزل لك البروجكت. في بروجكت محضر لك بروجكت. نتفاوض فيه لما يجي واحد. لآخر الكورس. خلينا نروح للديستريبيوشن بلوك. ديستريبيوشن بلوك فعليا انا بحاول استكشف فيه توزيعات البيانات. انا عندي توزيع البيانات، انا عندي بيانات كيف موزعه، وين متكتله، تمام؟ متذكرين الايرس؟ في انا عندي 150 زهره من ثلاث انواع، 50 من كل نوع، 50 و50 و50 على 150. الانواع هذه انت زي ما شايفها على يعني امامك في الشكل، عندك السيتوسا والفيرسيكولر والفيرجينيكا. ايش اللي بيميز هذول الانواع؟ واللي هي القياسات، المواصفات لطول البتله وعرض البتله وطول السبله وعرض السبله، تمام؟ بدنا نشوف توزيعات البيانات هذه. اول حاجه بدنا نعمل لود للبيانات. هاي الاي دي، هاي الاربع اتريبيوت، واخر اتريبيوت اللي هو سبيشيز، نوع الزهره. طيب اول توزيع بدنا نشوفها اللي هو الهيستوغرام، نستخدمها بالاسانس ديست بلوت. ديست بلوت ديستريبيوشن بلوت هو لحاله بروح بقسم رينج البيانات انا عندي لفترات، وبروح بحسب فريكوانسي. يعني انا عندي هنا ديست بلوت ايش اديته، الاي بتساوي الاتريبيوت، يعني تدي له عمود، تمام؟ بتحط الكي دي اي بتساوي فولس. ايش الكي دي اي؟ اللي هو الكيرنل دنسيتي استيميشن. لما تحطه فولس انه تطلب منه يعني انه ما يعملش استيميشن لتوزيع البيانات، توزيع ستاتستيكال انا بقصد، تمام؟ لانه انت يعني في عندك خيار انه انت تعمل اسامبشن انه انت في عندك توزيع معينه في البيانات، او انه انت تعملها استيميشن. ايش التوزيع هذه؟ هل هي اكسبوننشال؟ هل هي نورمال ديستريبيوشن؟ فهنا نطلب منه انه ما يعملش التقدير للتوزيع تبعه، حطها فولس زي هيك. برسم لك هيستوغرام هذه. ايش بتلاحظ في هاي الرسمه؟ موضوع مش رسمه وبس زي ما حكينا، بس بدي اياك انه انت تركز معايا كيف ممكن تفسر هاي الرسمه. طبعا هاي الرسمه لعمود واحد اللي هو البيتا لينث. ايش بتلاحظ في البيتا لينث؟ نعم. شو معنى هذا الكلام؟ عندك 50 زهرة طول البتلة فيها بين الواحد والاثنين، البيتا لينث بتوزع بين متكتل عند فترتين اللي هو بين الواحد والاثنين وبين الثلاثة ونص والسبعة. نادر جدا لما تلاقي زهرة انه طول البتلة تبعتها بين الاثنين وشوية للثلاثة وشوية. هاي معنى هذا الكلام فعليا، انه انت يعني صرت متخيل انه طول البتلة يا اما بتكون هيك يا اما بتكون هيك بالنسبة للازهار كلها. هذا
تمام؟ طيب نشوف هذا الكلام باستخدام بلوت ثاني اسمه density plot. يبقى هنا بحكي كي دي اي بلوت ايش اديته؟ نفس العمود وحطيته الشيد بتساوي ترو. نفس الكلام. انا في عندي هنا 2 بيك بس هنا الواي مش فريكونسي بيرسون بالضبط. معنى ذلك انه انا بقدر اقول انه انا عندي البيك هذه اللي هي عباره عن قديش؟ 1.8 انه على سبيل المثال 18% انه الطول 1.8 وهنا حوالي 24% الطول قديش؟ 4.5 تقريبا بالضبط. وانا عندي البيكس بتتركز انه في الغالب عند الاثنين عند ال 1.8 وعند 4.5. هاي ديستريبيوشن بلوت صرت متخيل كيف شكل الفاليوز في اتريبيوت معين. هذا كلام ممكن اعمله على شكل 2D انه انا ادخل 2 كولومز بالضبط اكس وواي بس ايش هما الاكس والواي؟ 2 كولومز يعني طول البتله مع شيء ثاني. كيف بعمله؟ جوينت بلوت اديته البيتا لينث اللي احنا رسمناها قبل شويه مع ايش؟ مع الويد مع السيبل ويد. ايش بتلاحظ؟ انه هاي البيتا لينث اللي هي الرسمه اللي فوق اللي احنا حطيناها شفناها قبل شويه بالاضافه حط هنا في الواي اكسس رسمه السيبل ويد وهنا عمل لك هيستوجرام مع سبيكترم او عفوا زي الهيت ماب مع طيف لوني انه كل ما تكون انه غامقه اكثر بيكون انا في عندي تركيز اكثر للبيانات. ايش بقدر استخلص؟ انه انا في عندي نسبه كبيره من الازهار ايش طولهم؟ 4.5 هذه 4.5 مع قديش؟ طول البتله 4.5 و السيبل ويد قديش؟ 3. هاي الفاليو هنا 3. هذه أكثر نقطة متركزة، في نقطة ثانية متركزة وينها؟ هاي هنا. بالضبط. بالضبط. تمام؟ ففعلياً إنه بالنسبة لعمودين في البيانات، شفت أنت كيف توزيع البلوتس أنت عندك. طيب، الآن ممكن أعمل تلوين لهذا الكلام. فبالتالي هنا رحت فصلت كل نوع زهرة لوحده في داتا فريم هو موجود في كل واحد في فايل مختلف وانت بالمناسبة ممكن تفصلهم كيف باستخدام اللوكيشن اللوك بتقول له ان السبيشيز بتساوي كذا بروح بجيب لك اياهم في داتا فريم لحال فيحملهم تمام وايش راح اعمل ديست بلوت ديست بلوت ديست بلوت لكل داتا فريم بعمل جوين لهدول الرسمات كلهم مع بعض شوف كيف الجوين زي هيك ايش دخل هنا ما دام احنا فصلنا حسب الكلاسز دخل الكلاسز هنا في الموضوع بحط الليجند انا عندي عباره عن الكلاسز كيف ممكن تفسر هاي الرسمه إذا كان طول البتلة من 1 لـ 2 يبقى خلاص سيتوسا بدون أدنى شك ما فيش تداخل لكن الرينج من 3 لـ 7 في البيتا لينث هل تقدر تقول تجزم إيش هو الكلاس؟ شو السبب؟ في تداخل بالضبط فأنت ممكن تقول إنه إذا كان البيتا لينث من 3 لـ 4.5 يبقى فيرسي كلر وإذا كان من 5 وشوية لـ 7 فيرجينيكا أما إذا كان من 4.5 لـ 5 وشوية هذا إنه لا بقدرش إنه أفصل بين الكلاسز ففعليا أنت بتشوف إنه والله هذا الأتريبيوت ديسكريمينيتيف أتريبيوت ولا لا؟ إيش يعني ديسكريمينيتيف؟
بقدر اميز من خلال هذا الاتريبيوت الكلاس ليبل ولا لا، من اتريبيوت واحد اذا كان ديسكريمينيتيف ولا لا. عارفين ايش معنى هذا الكلام ولا لا؟ انت عندك بيانات فيها عده اتريبيوت، الاتريبيوت لما يكون ديسكريمينيتيف انه استنادا على هذا الاتريبيوت بس تقدر تعرف شو الكلاس ليبل. كيف؟ سيتوسا هذه كاتيجوري، هذا كلاس. انا بحكي اتريبيوت اللي هو البيتا لينث، من الاربعه البيتال والسيبل اللينث والويث، الاربعه هذول تمام. اذا كان الاتريبيوت هذا ديسكريمينيتيف معنى ذلك انه من خلاله بقدر اميز الكلاس ليبل بسهوله. هذا البيتا لينث نوعا ما بقدر اقول انه بقدر اميز الكلاس ليبل بسهوله نوعا ما، لانه ما فيش كثير تداخل تمام. والفتره اللي فيها تداخل، لانه هذا برضه فريكوانسيز، الفتره اللي فيها تداخل ضئيله يعني صغيره شوي تمام. هذا الكلام بدل ما كان انه ديست بلوت ايش صار كي دي اي بلوت، برضه نفس الفكره، بعمل بيناتهم جوين وبطلع بهاي الكيفيه، وفعلا انه فترة التداخل انا عندي في هاي المنطقة. اوكي؟